تقولوا ليش يتكلم كذا؟ انا متخبي من الموبس. ايه الموبس؟ الكريبرات وال... اقول 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 خلنا نتكلم بالزين. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله انكم طيبين. معكم اخوكم سعد دوسري، وانا متخبي زي ما تشوفون، متخبي من الموبس. طبعا انا الحين في سيرفر شو اسمه ذا كرافتر، ايوه سيرفر ذا كرافتر، اتوقع اني ما غلطت في الاسم اتوقع. طيب وش الوضع؟ شو ايه كلموني الناس اللي في السيرفر، خلنا نقدر نسوي الاشياء حقتنا فيما نتكلم. كلموني الناس اللي في السيرفر، المدراء وما ادري بالضبط الزبده، قالوا لي انهم يبغوني ادخل معهم في السيرفر، فقلت اوكي ليش لا. طبعا ما ادري نظام السيرفر وش، هل بيفتحونه بيخلون كل الناس، هل الناس معينين، ما عندي فكره، بس كلموني وقلت ليش لا ادخل قطع الوقت يعني. طيب ايوه وش نبي نقول؟ ايه هذا طبعا بتكون سلسله جديده يعني ننزلها كل فتره وفتره، نبني وما نبني، نفس سلسله السنجل بلاير بس بتكون في السيرفر الكويس هذا. طبعا روابط قنوات الناس اللي في السيرفر بتكون تحت في الديسكريبشن، شيكوا عليها. طيب خلنا نسوي لنا كذا بس كم شيء بسيط قبل ما نبدا، ودقيقه بس برد على واحد في سكايب، بس ثواني دقيقه. طيب اكتب له تراني اصور في السيرفر الحين عشان ما يقلقني. طيب خلنا نسوي البيكاكس ونسوي برضو سيف. تقعون طلع الصبح، ما ادري قبل شوي انا منحاش، عرفتوا اللي كان ليل وما كان معي شيء، يعني كانوا الكائنات العجيبة تلحقني، ف يعني طيب هنسوي بعد ذا. ايه طبعا وش اللي بنسويه اول شيء في السيرفر؟ بندور مكان، ونبغى مكان يكون بعيد عن كل الناس اللي موجودين في السيرفر، يكون برضو بعيد عن السبون. يعني انا بعدت عن السبون شوي بس برضو اليوم يعني اللي هي الحلقة الاولى هذه بنحاول نلقى مكان ويكون بعيد عشان ناخذ راحتنا، يمكن انتوا فهمتوا قصدي، يعني كهوفي تصير خاصة فيني ومن هيك حكي. ايوه طلع الصبح. طيب وين اروح؟ اظن بيترسبن اشياء تحت، ما فيه بلنا اكل اول شيء. تقعد من القاك اللي هنا، والله ما ادري الا والله. هلا 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 وغلا، اهلا وسهلا، جاك الموت يا بقرة. ايوه خروف، يا ربي يا ربي، الوضع مظبوط يا عيال، خلنا نذبحهم. اظن ان نسينا واحدة هنا فوق ولا اي هذه. كويس ان السيرفر ما في لاج ولا شيء، يعني احس الوضع سالك. في شيء طقني، يا لكل 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 كل 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 كل، المفروض اني اطبخها، بغيت اقول شويها بس يعني نبغى الحين عشان بس ما ينقص دمي، والحين بطبخ كويس بعد لقينا كول، يعني الامور شكلها متيسره من البدايه. ايوه اهم شيء نلقى مكان قبل الليل، وانجى الليل وانه ما بعد لقينا المكان الكويس فنزبن لين يطلع الصبح. بس افضل شيء الحين نلقى لنا سرير، بعد ما ادري هل هو اقدر انوم، اظن لا، اظن لازم ينومون كل اللي موجودين الحين. كم في من واحد؟ كوبرا ما ادري، اظن كوبرا هذا هو اللي مسوي السيرفر او انه واحد ثاني، والله ما متاكد صراحه، بس
يعني نقول له نكتب له سليب ونشوف. طيب ايوه لاحظت بعد قبل شوي كان يطلع اسمي ويطلع عندي كلام ما ادري وش خرابيط ما ادري كان يطلع السيرفر ما ادري وش بالضبط. طيب خلنا بس نسوي لنا فرن عشان بس نزود الدم حقنا وبعدين نكمل. وراني شلت الكود حطه كذا 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 كذا. طيب اهلا بالفرن حط كذا كم واحده ويلا حط وش اسمه راوبف بعدين احنا يطلع اسمها ستيك. ايش معنى راوبف راوبف بف 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 يا اخي والله سكن معجبني شوف كيف شكله. بس تدرون شغله شيء لين مشيت يطلع كنا بنطلون شفتوا كيف يصير شكله شكله مره غبي. الحين وش ذي دقيقي ارجع 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 رايوس ايوه وش ذي السود الصغيرات اللي عند رجليه لا يكون ذي زبريه ولا شيء. ما علينا ما علينا خلونا اصلا قبل شوي جيت اضغط اف 5 عرفت اللي ضغط بغيت اضغط اف 9 ايش واني ما ضغطتها بس يا لبي يا لبي الحركه ذي حق التحديث اللي يجيك اكس بي لين طبخت والله شيء رهيب شيء مره رهيب يعني. طيب تعال يا كويس وانت بعد دقيقه انا مع وين جيت هنا لا وراني ضغطت اف 5 اف 3 مع وين جيت اظن كذا نروح اظن كذا. طيب خلونا نمشي الحلقه دي مو صاير فيها اقول لكم الا مشوره بس والله فن 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 في الرقي. شفتوا الحركه دي اللي كذا اصير واقف كذا وبعدين الف و ايه سلكوا لي انتم بس واستمتعوا. والله العظيم عرفت الغابة دي يا اخي رعب. حتى الصبح ممكن يصير فيه شيء كذا زومبي متخبي تحت شجرة ولا شيء. كأن الليل بدأ بغيت اقول يطلع. هو الليل يطلع اصلا. الليل يجي. ولا الليل يجي. اح. هذه مشكلة السيرفرات عرفت تطيح ويجيك طحته وخلصته بعدين يقول طق. بق. ما ادري شلون. تجي بق ولا طق. نقول بق. شوف انا ما يباني هنا هنا احس اني مره قريب عرفتوا ابي اروح كذا مكان بس الحين ما ادري صراحه انا هل انا جيت من هنا هل السبونر من هناك يعني ولا كيف. شوف ان بديت اشوف الموب بحفر تحت بس ان ما شفت احد يعني بصبر شوي اقعد كذا يعني. طيب وش عندنا وش عندنا وش عندنا ندور لكم سوالف. طبعا هنا انت موقعك واضح. شو الاثنين ذولا واك 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 حسبتهم بيطقون جوني خلاص استهبل والله انا اسف. اهلا بالحلوين والله ما ادري ذولا كاني لامحهم عند السبونر احس اني الحين متجه للسبونر. ان رحنا للسبونر بنكمل من جنب سيدة لين عاد نلقى لنا مكان كويس. انا اقول لكم لازم الواحد كذا يلقى له اول شيء مكان حلو وعنده حيوانات وثاني شيء يكون يعني يكون بعيد عن الباقين عشان مثلا مو بتدخل كهف وتتفاجأ ان في احد ثاني داخل نفس الكهف معك فهمتوا علي؟ تحس يعني قروش شوي يعني كذا كلكم داخلين كهف يعني ما تتنى بالكهف عرفتوا؟ ما تتنى مثلا بسبونر لقيته ما تتنى يعني. فانا احب المناطق اللي لونها زي كذا فخلنا نشوف. صراحة عندنا سلسلة المالتي بلاير مين معجبتني لان الارضية زي ذي اللي فوق الجبل مو بزي ذي يا اخي هذا اللي غابني في ذاك الموقع حق البيت. طيب كأن لا وش تبي انت وش تبي انت انقلع عني يا شيخ والله ما بناقصك احس كريبر وراي احس كريبر وراي يا شيخ فكنا 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 هذا السبايدر ذا وش صار كنا الشخصيه كذا تروح قدام وترجع يا شيخ فكونا وراكم كذا تجمعتوا هنا انتم كلكم. طيب نبغى اي مكان ارضيته كذا وصير جنب بحر احب برضو انا اكون يعني جنب مويه
فخلونا ندور. والله يا ليت معي عظمة، ما نجيب ذا يحمينا كذا ويزبطنا. طيب تعال انت، تعال تعال. ايه الله انا براقيلة، هذا هذا اوفى. طيب يلا 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 مشينا مشينا. والله كنا المنطقة ذي يعني نتبعد ولا بس والله في النص فهمتوا، ما ابي النص، ابي على طرف كذا جو مويه كبيره، مو بمويه كذا قطبه، لا لا يعني طرف. وين 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 وين؟ الى الان عجبتني المنطقه ذي، بس خلنا نشوف. كل 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 كل. طيب في عندنا شيء مطبوخ، ستيك ستيك يا ستيك. ايوه بيض بيض، عشان كذا لان حفرنا لنا حفرة بعد شوي، لان لقينا المنطقة الكويسة نرميهم في الحفر ويمكن يطلع لنا كذا دجاجة، وبعدين يعني كذا نعذبها عرفتوا، يعني تصير كم محجورة كذا وما تقدر تسوي شيء، ف ناكلها كذا بطريقة كذا شريرة. استني كذا غبي، سؤال في غبية. طيب والله بيني وبينكم المنطقة ذي مرة نتباد، يعني مرة حلوة عجبتني جدا. فا وش رايكم؟ والله ما ادري. المنطقة ذي كويسة كأرضية فهمتوا، يعني يعني كذا ارضيتها متساوية وامورها مرة سالكة، بس مشكلتها يا اخي لون الارضية الغامق ذا ابد ما يعجبني عرفتوا، احب انا ذا بس ابغى مكان وسيع في ذا. ف الى الان شكلنا بناخذ المنطقة ذي، كذا نوخر شجار ونضبط ابوه يعني الى الان. صر صر صر. كأن هناك في منطقة بنت 60 كلب، نشوف الحين. كان هناك 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 بسرعة روح. كأن لقلق تلقلق تن تلقلق. مشينا مشينا. ترو 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 ترو. والله الحاق ذا ايش تبي؟ وش تبي يا الغبي؟ ايوه يا لبذ المنطقة بيت 60 كلب. طيب تعال 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 مسوي قوي، تعال 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 تعال. لا والمشكلة اقول له تعال وارجع ريوس فهمتوا؟ تعال 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 يع والله هناك في كريبرات قلق. تعال 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 انا جايك جايك. يلا امشي يلا سوي قوي سوي قوي علينا، تعال يلا. فقعت وجهك يا الرخامة يا الذا يا الططوط يا الططوط. طبعا انا قاعد اقول في الطوط يا ابن الكويسين يا احسن واحد. احس اني تسمج سماجة غبية، بس تكفون تكفون لا تسوين سايك. الله على داعي عاد اشي شيء، لان دخلنا في سكايب عرفتوا انا وايوب ويعني وعبد الله دي عبد الله جي اللي دخلنا في سكايب عرفتوا، احيانا تسامج عليهم فيعصبون عرفت. والله العظيم عز راقان كذا عرفت، تسامج عليهم يعصبون ولا شيء. انا بذيك القره وذابحك ذابحك الكريبر. لا 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 طقيته طقيته. ايوه اخر اخر طقه اظن اظن اخر طق. هذه هذه اخر طقه. مت يس. ذبح علاك. يلا مشينا علاك. طيب المنطقة ذي كويسة، خلاص خلاص بنظبط المنطقة ذي، بنبني هنا بنبني هنا. طب خلونا نحفر بس كذا عشان اعرف اوقف واختم، وبعدين الحلقة الجاية تلقون يعني على الاقل مظبط لي سرير، لاني الحين تذكرت اننا شفنا في بداية التسجيل خرفان وانا سحبت عليهم بالغلط يعني. طيب هذا اللي كان عندي اليوم، ان شاء الله تكون الحلقة نالت على اعجابكم،
وعلموني هل تبغوني اكمل في السيرفر. احس اغلب الناس صارت يحبون ماينكرافت، انزل دارك سايدرز يقولون نبي ماينكرافت، فاحس يعني الناس كذا يروقون على ماينكرافت، يعني اكيد ان شاء الله تصير ردود كويسة وكثيرة في الفيديو هذا. طيب كان معكم اخوكم سعد الدوسري، لا تنسون تحطون كذا لايك وفيفوريت، واكتبوا لي كومنت علموني اعجبتكم فكرة اني انزل في سيرفر او تبغون يعني ننزل سنجل بلاير وبس. وقلت لكم حطوا فيفوريت، ما ادري ان ما كنت قلت لكم حطوا فيفوريت وحطوا سبسكرايب كذا سبسكرايب وبس. كما معكم اخوكم سعد الدوسري، قلت اسمي مليون مرة احس. سلام عليكم.